نفاق وبدون رياء. احلى فتره وانجز فتره فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسسنا بالاول شيء بالامان. ولو هنقول له شكرا يا ريس هنغيب نقول له شكرا لحد الصبح. شفت بعيني على الواقع، على الارض الواقع. شكرا على 100 مليون صحه، شكرا على القضاء اللي كان عامل رعب للمصريين فاير السي. العمليه مش اكل وشرب، العمليه مش اكل وشرب. طبعا الوحده الصحيه ما كانت بص كانت معدومه خالص، مجلس القريه معدوم خالص، البريد معدوم خالص. يعني اللي بعديها بقت ملكة معدومة، يعني من حوالي من 40 سنة ولا من 50 سنة ما زارش اللي بعديها رئيس من الرؤساء الأفاضل طبعا، خدت بالك الله يرحمهم طبعا، إلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 14 يونيو احنا بنعلنها علنا اهوت عيد قومي في محافظة البحيرة لدخول السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، دخوله قرية الأبعادية وشرف للبحيرة. وإحنا كشباب البحيرة أو شباب الأبعادية إحنا النهاردة عندنا يوم من أجمل الأيام اللي إحنا ما شفناهاش أصلاً في حياتنا. أنا النهاردة عندي 50 سنة، طيلة الخمس عقود أول مرة نلمس على الأرض إن فيه راجل مسؤول فعلاً بيبص للناس وبيتكلم مع الناس تلقائي. انا مبسوط من اللي شايفه بسياده الرئيس النهارده، بيعمل تطورات يعني بالنسبه للمدارس وبالنسبه للكره اللي فيه تطوير. بس بقى يعني بشكرك اولا، نفسي توصله رساله لسيادتك، يعني زي ما حضرتك نزلت هنا قريه الابعاديه نفسي تشرفنا في قريه سلطيس التابعه لمركز دمنهور. انا من سلطيس، انا شفني شرفني لان انا شفته في الابعاديه ده نشوف بلدي. شكرا على الحياه الكريمه كلها اللي اتفتحت هنا، من مستشفى لمركز تكنولوجي والحاجات كلها اللي اتفتحت هنا. بصراحه الابعاديه بقت حاجه تانية خالص، يعني مش حاجه بس اللي اتغيرت، الابعاديه كلها اتغيرت. الخدمات اتطورت، الاسفلت اللي احنا واقفين عليه، الوحده المحليه بقت تماما اتغيرت عن الصرف وكل حاجه اتغيرت، والجمعيه دلوقتي كل حاجه عندنا موجوده، مركز التكنولوجيا موجود، كل حاجه، بطائق، جوازات. انا اشكر السيد الرئيس على مبادره حياه كريمه في البحيره، انه وفر كل شيء للمواطنين. احنا النهارده عندنا ليله عيد اللي الرئيس جانا زارنا هنا، واحلى حاجات عملها لنا في الابعاديه.